نروح بقى للفريق الأول إن شاء الله اللي بكرة بمشيئة الله هيغادر القاهرة متجها إلى السودان. النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا 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 يوم السبت القادم الساعة 3 أمام المريخ السوداني. النادي الأهلي بكرة هيسافر على متن طائرة خاصة. النادي الأهلي بنتمنى له التوفيق. دايما المباريات أو مباريات النادي الأهلي مع الفرق السودانية خاصة الهلال والمريخ بيكون مباراة قوية جدا جدا جدا. شفنا السنة اللي فاتت في البطولة التاسعة، شفنا مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، وشفنا الحضور الجماهيري الكبير، وشفنا المباراة كانت مشدودة إزاي. كل الفرق